يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستفاد من قول الله تعالى فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أن المرض ينتقل من شخص إلى آخر؟ بأمر الله، نعم ينتقل المرض بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني قصدك العدوى، العدوى تحصل بأمر الله سبحانه وتعالى لا بطبعها ولا بذاتها، وإنما الله هو الذي يدبرها وهو الذي ينقلها وهو الذي يكشفها وهو الذي ينزلها. نعم.